تاريخ الثورة الجزائرية 1954-1962، صفحات من الولاية الخامسة، معسكر سعيدة، معركة مقر المنطقة السادسة بتيرسين، ولاية سعيدة. تنظيم الجمعية سعيدة بلا حدود بمكتبة عبد الكريم ونزار سعيدة، يوم 18 فبراير 2015، بمناسبة يوم الشهيد. تقديم السيد بالقاسم مختار حجيل. مقتطفات. نسرع شوية، نجو ضروة 1954 حرب التحرير اللي حتى لهنا هنا تاع فرنسا كانت مسميتهم أحداث الجزائر. ما كانوش يقولوا حرب ما بين الجزائر وفرنسا، كانوا يقولوا أحداث الجزائر، لي زيفمون دالجيري. لهنا هنا عاد بس تعرفوا بأن فعلا كانت حرب. بنتكلم على المنطقة تاع سعيدة، يكفيني نقول بأن فرنسا كانت في 1958 عينت في المنطقة هنايا أكبر سفاح من السفاحين تاعها اللي هو بيجان. يكفي نقول هادشي برك باه نحوصل ما لا تتميز به المنطقة من روح مقاومة. عندي كتاب سميته ماسكارا لا ريزيستانس اون هيريتاج، يكفي نغير بعض الأسماء وبعض يعني تاع عباد وبعض الأسماء تاع أماكن ونجم نسميه سايدا لا ريزيستانس اون هيريتاج. ترسيل جاي في سعيدة، هذا يعني الجو العام اللي وصلني به نتكلم على الترسيل. كان فيه خائن اللي كان مسبب، كان وصل، وانا نعطيكم في التواريخ بالضبط، والتاريخ عنده الأهمية نتاعو. كان نهار الجمعة هذا الاتصال كان وصل للمركز اللي كانوا فيه الجنود تاعنا، وقع بينه وبين راي قائد المنطقة اللي كان هو سي كيمام رحمه الله شي تعارف كلام كذا كذا كذا. المهم للغدوة الصباح رقد تعشى ورقد، وللغدوة الصباح توجه مباشرة للمركز العسكري تاع بنوي، وباع الإخوة تاعه تاع المركز، عطاهم كل الأخبار لأن عارف كاع شكاية. طبعا عين لهم المكان بالضبط، عين لهم عدد الجنود اللي كانوا فيه بالضبط، عين لهم الأسلحة اللي كانت بيدهم. باختصار أعطاهم كل المعلومات اللي مكنتهم به يحضروا عملية فجائية ويطوحوا على المركز. كان واحد العسكري شارك في العملية، شا يقولوا في ذاك الميجام الخبر جيبوا ربرا اكزاكتومون لي تيرم تاعها، ثم فيش تداروها القوة الشر الفرنساوية إلا بور اون فوا كونا دو بون تويو، بور اون فوا كونا دو بون تويو. دونك وجدوا رواحهم. ونهار الحد على 26 جانفي طاحوا على المركز. طبعا المعركة تاع تيرسين هذه اللي نتكلم عليها وراء الأحداث
البراشم اللي وقع. هي في الواقع اي معركه الا وتعتبر نموذج. كل معركه وقعت وكان في جهه قوه الشر الفرنساويه ومن جهه اخرى الجنود تاعنا الا ومن نموذج. لكن بالنسبه لي انا في نظري المعركه تاع ترسين نموذج حقيقي، لان علاه تجتمح فيه عده عوامل اللي تعطي صوره حقيقيه على ما معنى جيش التحرير الوطني، جبهه التحرير الوطني، ما هو الشعب الجزائري وموقفه في محاربته للاستعمار. النقطة الأولى اللي نتكلم عليها اللي هامة وهامة جدا وماهوش خريفات، يا جماعة، ماهوش خريفات، هو عدم تكافؤ في القوة. نعطي التفاصيل تاع المعركة. كان على حساب المعلومات اللي حصلت عليها عدد الجنود ما كانش يتجاوز 26، شيء قبلهم من جهة أخرى. الجيش اللي كان هنا في قريب هنا السعيدة كان معروف بالاسم تاع لوفيتيان ار اي ام، ريجيمون دافونتري موتوريزي، يعني المشاة اللي في الوسائل تاع النقل العسكرية من مدرعات وغير ذلك، وتعتبر بالمئات ما يسجله عليه. في التجهيز عندك 25 جندي مخير فيهم عندها مكحلة، وعندك المئات ب مختلف المعدات العسكريه ومدعمتهم الطائرات في السماء. اذن هذا النموذج ستجد اجار إينيغال في كل شيء. لكن الشيء اللي ما كانش عندهم هو اشتهوى. هو احنا تاعنا كانوا يحاربوا من اجل الوطن نتاعهم، الاخرين ما كانوش يحاربوا من اجل الوطن نتاعهم. هذه واحد منهم قالها لهم في المجلس الشيوخ نتاعهم، قال لهم لا باتري اون لا بيرين با في الكور دي زو، يعني ماشي حنا اللي نوزعوا، تجي منقوشه في القلب تاع المواطن. قال لهم مستحيل باه نذبحوا، لان العسكر نتاعنا يعني يهضر على الفرنسيس، قال لهم راهم شي كافحوا على وطنهم. سي فري حقيقه مستحيل ما يعيوا يقولوا فيها، يعيوا يقولوا فيها باللي الجزائر فرنساويه، بصح ماشي فرنساويه. اي هذا يا ما حلموا. يقول بان فضل الطائرات اللي تمكننا باه نتغلبوا على 26 شخص. طائرة قلعوا من غريس خفوا كانوا هنا، وقاموا طبعا يرسلوا في القنابل تاعهم تبدا تضرب. كي يسرى لهذوك الاجسام تاع المجاهدين من تبدا القنابل تمطر عليه. إذا سهل بها تقول مات، سهل بها تقول ضربات الطياره، بصح هذا اللي يشوف ليش عاش ديك اللحظه اللي عاشها والطياره تضرب، النار في السماء والنار في الارض. لكن رغم هذا ولا واحد من الجنود اللي كانوا في المركز ما قال يلا نفكر في عمري ونفكر في حياتي ونروح الراندي للعالم.
ما فيهش واحد. اللي مات مات، اللي استشهد استشهد، واللي تبليسه تبليسه، واللي قبضوه قبضوه. من بعد طبعا ما دخلت الذاخره، ما كانش واحد اللي قال عمري قبل كل شيء وراندا سلاح كم. وهي دعايه في دعايه، فرنسا كان عندها اداره كامله مخصصه الا للدعايه الكاذبه والدعايه المزيفه. اذا فيه مثلا يعطى في هذا الموضوع في هذا الامر، هو ما وقع في معركه ترسيل. راهم عارفين باللي الموت جايتهم، لان على النار راهم كل جهه وطريق. يكفي كان واحد منهم القائد نتاعهم ياك يقول له جماعه تاع الجنود، يا جماعه ولادي ما عندنا ما نديرو دروك، راه الموت ورانا، يلا نحبسو ونروحو نراندو. ما داروهاش، وكاع اللي استشهدوا استشهدوا، والبندقيه ولا الرشاشه بين يديه. هل يخصنا نعرفوها ويخصهم يعرفوها ولادنا؟ ومشي حكايات كما راني نقول لكم. هو الكتاب هذا راه فيه اكثر من 200 صفحه، مبني على شهادات ما فيهاش يعني ادنى شك من الـ من الـ من الـ الغموض والذي كل ذلك، سواء من طرف نتاعنا وكثره من طرف نتاعهم. طبعا التاريخ الرسمي على بالكم ما تقراش في التقارير الرسميه تاع فرنسا، هذه هما يقولوها. عمرهم ما قالوا باللي التعذيب كاين، قالوا راكم تكذبوا، احنا عمرنا ما عذبنا. حتى لهذه السنوات تالية عاد بدات تظهر الشهادات تاع اللي عذبوا. وغادي نعطيكم مثال اليوم. دونك قلت نموذج في البطولة، نموذج في البطولة. الحاصلة يعني فيها عدة يعني معلومات، كل مصدر ويعطي حاصلة. المؤكد هو أن من بين كاع اللي ماتوا واستشهدوا رحمهم الله وربي يرحم الشهداء والمرحومين في الواقع، ربعة اللي شخصيا تمكنت باه نوصل لهم ونتعرف بهم، ربعة. نبدأ بالشهيد مكي ومامون، لأن بفضله اللي تمكنت باه نعرف الآخرين. الشهيد مكي ومامون هذا ما كان خاص هو تبارك الله، وعلى كل اللي خاصين والخوه راه معايا هنايا، وفضل عائلته اللي كتبت الكتاب هذا. مع سي مختار الله يعرفو، ها نيابة عن سي علاه راني نهضر هذا الشيء، بفضل العائله نتاعو وبفضل اطراف اخرى اللي تمكنت باه نكتب. ما كانش فينا واحد اللي ما ينجمش يساهم في الكتابة تاع التاريخ. كل واحد فينا ساهم يشارك، ولا عنده عائلة ولا كذا، إلا وعنده معلومات. هذه المعلومات ماشي تاعها يا جماعة، المعلومات هذو تاع الذاكرة الوطنية، ما ينجمش يحتفظ بها. قليل 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 من الشيء اللي نعرفه عليهم، ولا من التضحيات اللي قدموها. حنا دورنا حنا اليوم هذا تسمى جمعية تبارك الله وتشكرون وتحملوا مليح الاسم تاعكم وبارك الله فيكم، سعيدة بلا حدود. هذه هي الجزائر، هذا هو الجزائري. ايوه اسمع يا جماعة نتفاهمكم مليح، مانيش ندير في البوليتيك. الاستقلال صار له كي الشمعة، الاستقلال تاع بلاد صار له كي الشمعة، الأفلام النور هذاك تاع الشمعة. إذا ما تحافظش عليها يحتع والو يصوت.
ما تفرحش، والامثله راه متعدده ومختلفه ماشي بعيد علينا. شتا هو اللي يسمح به الشعله هذه ما تطفاش والشمعة تبقى دائما ضوايه؟ هي عندما الاجيال تعرف ما هي العبر من هذه التضحيات تاع اخواننا الشهداء الله يرحمهم. هذا هو اللي يجعل الشاب يطمئن، يحس بالشاب معناه الانتماء الحضاري نتاعو، ويعرف واش هو التضحيه، واش هو حب الوطن. الوغ كو الامثله ليرو الابطال موجودين ماشي بعيد عليه. شتا هي ما عرفناهمش بيهم. علاه قلت لكم عندنا مسؤوليه كبيره، خاصه اللي عنده معلومات بال يقدمها. قلت سي مكيبي هذا الله يرحمه كان استاذ ما خاصو والو، عنده الارض ما خاصو والو، لكن عاش في عائله ثوريه، عاش تعرف شيء المقاومه، ودخل الحركه الوطنيه منذ صغره، منذ صغره بمجرد ما بان في المعسكر الا وكان من الاوائل اللي التحقوا به. كان في الحركه الاصلاحيه تاع من باديس، وكان ايضا من الولاء اللي كونوا الحركه الكشفيه في معسكر. اول فوج كشاف كان 38، هو كان مع هذا سي الحسن الله يرحمه، هما اللي كانوا من الرواد نتاع الحركة الكشفية. كان قرا في تلمسان وقرا في الجامعة نتاع الجزائر. كان في ذاك الوقت، وهذه سي بلعيد عبد السلام نطلبوا لها صحة جيدة إن شاء الله، سي بلعيد عبد السلام هو اللي يحكي، كان نائب الرئيس تاع اتحاد الطلبة في ذاك الوقت. استشهد اذا يوم، كان اول من استشهد الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء، يوم 26 جانفي برتبة ملازم اول. زوج هو سي ملاح، سي ملاح جيلاني، ملاح جيلاني مكيو مامون. ثاني تشوفوا بلي كانوا الكبار والصغار، مكيو مامون من مواليد 1919، ملاح جيلاني من مواليد 1938. شحال كان عنده من عام؟ كان صغير، من مامن سعيده، اخ تاع الشيخ اللي سمح في كل، كان كاتب اذا المعلومات تاعي مليحه، كان كاتب في البلديه ورفد اسمح في كل وراح. قلنا نموذج من حيث القوات، ونموذج من حيث التكوين البشرية، ونموذج من حيث البطولة، لكن ثاني نموذج من حيث البشاعة تاع الجرائم تاع فرنسا. وما كاش جريمة أبشع كيما ميم تقتل واحد كيف ما كان عدوك، وتروح تدير بالروح بالجسم نتاعو الشيء اللي ما ينداش، ويبقى لضربك الاهل نتاعو ما عارفينوش، ما عارفين المصير نتاعو، ما عارفين وراه، ما يعطوش حتى للام ولا الاب، ما يروحوا يترحموا عليه في قبل. عندنا مثال حي، نقول حي في المعركة نتاع تهدير سيدنا، كان هذا شهيد يسموه نعاس الحبيب المدعو سي حمزة،
تما كيما يدعو مدعو سي عبد الرحمن، هذا نحاس الحبيب المدعو سي حمزه هو بالضبط من مضروبه. تبعوني مليحة لأن أمر هام وهام جدا. والديه هجروا المغرب، حصل على البكالوريا يعني جيد جدا، لايتي أدمي والبكالوريا افيك لا مونسيون تري بيان، ودخل يدرس صيدلة 19 مايو 1956. كان نداء الطلاب يغادروا مقاعد الدراسة كيف ما كان، كان منهم غادر رغم كان في بحبوحة، رغم كان في المغرب، رغم كذا رغم كذا، غادر مقاعد الدراسة والتحق بصفوف الجيش، دار كونوه في الاتصال، وكان هنا في المركز تاع 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 ترسيل طبعا عندهم البوستيماتور، كان هذا نعاس الحبيب هو المسؤول عليه. هذا ما ماتش في المعركه، هذا قبضوه، كي قبضوه بمجرد ما قبضوه جات طيارة خاصة من الجزائر تاع المخابرات. داتو الجزائر. يا بس كنا بلي لي ديتاشمون اوبيراسيونيل دو بروتيكسيون. وهذو لي دوب وهذو هما يقولوا عندي شهادات تاع موالين. اللي يدخل عندهم ما يخرجش. ما يخرجش حي. هو يخرج ميت ميت. بعض المرات يموت. والجثة نتاعو يعطوها تبقى، بعض المرات يدوه ما يبقى عليه حتى خبر. نعاس الحبيب الضروك ما كان عليه حتى خبر. فيه الرابع هو اللي غادي يختم به، هذا يسموه حمول محمد المدعو بشير. هذا حمول محمد كان النائب تاع هذا نعاس، هو من مواليد 32 وكان من قسنطينة. شوف القطار وين جات، من قسنطينة جا مات هنا على 10 كيلومترات على سعيدة في ترسيل. شاب صغير كونوه في عند الاتصال وعينوه هنا في المركز تاع المتقسم. هذا حتى السوق اللي فات، حتى السوق اللي فات عاد باه جاتني معلومات عليه وين زايد وشحال عنده من عام وكذا وكذا وكذا. وانا متيقن ان شاء الله يا ربي نصيب العائله نتاعها، نصيبها ويكون عندنا معلومات اكثر. لكن وين راها البشاعه؟ والله مت بتسمعوهم هكذا يهضروا فرنسيس تقول تقول كان بصح شوفوا شنو داروا. اسوجو ياك صحن كيو ميمون حولناه 63، عرفنا القبر نتاعه، الاهل نتاعو عرفوا القبر نتاعه وحولوه وداوه دفنوه حتى جدو الله يرحمو سيدي نحو. هذا حم والله اعلم، لكن القبر تاع عبسي ملاح الله يرحمه ملاح الجيران اللي تعرفوا واش فيه؟ ما فيهش غير ملاح، فيه زوج، في
فيه سروح، فيه الحصان تاع من لحن جلالي، وفيه واحد اخر اللي ضربك حتى واحد ما راه عارف تعمل الجثه هذه. يا ترى تاع حمود تاع جندي واحد اخر تاع مجاهد واحد اخر غير ربي اللي راه دار. وين راه هذا الشعب؟ ويقول لك احنا شعب تاع حضاره. نهار اللي دخلوا قال لك نو سوم اونتري ان الجيري بور لا سيفيليزي بور ايتاند لا سيفيليزاسيون. الله يرحم باباك اللي ينشر الحضاره، يمنع ام باش تشوف ولدها. كانوا من يديروا عمليه شي يديروا لهذوك اللي بقاو اللي يموتوا يجونا شي يديروا وهذو بالك يعني ماتوا وربي كثر خير اهالي سيدي يوسف وياسين كانوا يدفنوهم. لكن ما مشي كل مرة كديرو كيما هكا، من بعد شي يجيبو لنا بال واحد وكلشي. تصوير بالحاج يحيى حجايل أمين مختار وملوكي أحمد فيصل، إخراج بالقاسم مختار حجايل، سبتمبر 2016.